شوارع مدينة العرائش. نبدأ كما كالعادة بساحة التحرير، دائما كالعادة ساعة الإغلاق ديال المحلات كل شيء ملتزم، كل شيء مشدود. وهذا المساء هذا عرفت بعد صلاة المغرب واحد هزة، واحد تهاطل الأمطار اللي فصلت المدينة. كما كيبان ساحة التحرير كاملة مغسولة الآن، وساعة ودقائق قليلة وندخلوا لساعة حضرة الجوال ديال الليلي. نقول معكم هذا اللايف هذا قبل ما اننا تبدا شي هزه ديال الشتاء ونحصلوا ان شاء الله. نرافقكم عبر الطريق ديال اللي كيدير البلاصه ان شاء الله، من تما الله قبل ما تجي شي هزه ديال الشتاء، ولكن كيبان لي الشتي جاي ان شاء الله. الشتاء بدات، الشتاء بدات، الشتاء بدات، الشتاء بدات. نحتمي في مكان. يا 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 الله الله الله. أيوة. الله 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 الله. أمطار الخير، أمطار الخير، أمطار الخير. كنا ندير واحد الجولة هاد الليلية، ولكن جبرتنا هاد الهزة. حنا الآن في ساحة ديال التحرير. هنا كنحتاجين مشا دابا القهوة ديال الكتبية الشهيرة. الخيرات ديال سيدي ربي. الله يخرج هاد الليله ديال هاد الشتاوات بخير ان شاء الله، لان مدينه العرائش كما كنعرفوا مدينه القديمه، مدينه ايل السقوط. هاد الصباح هذا في يعني في الاوائل الصباح سمعنا واحد الخبر مفجع، ان كانت واحد بنايه قديمه صدمت، يعني طاح السطح ديال السقوف ديالها على احد الضحايا اللي عنده واحد المبنى تما كيجي مربي، كما قالوا الاخوان كيربي بعض الدجاج وبعض هذا، وجا مسكين كان عنده موعد مع الموت. يعني في المنطقه ديال حتى المصباحيه، المنطقه ديال كبيبات. وهذا المدينه القديمه دائما يعني كتجي هاد الشتاوات، يعني بحال كتذكر الله كتوقع المشاكل ديال المدينه القديمه. وما كننساوش الدور الصفيح، المنطقه ديال جنان كاستيان، جنان بشار، كواش، روافة، احياء كامله ديال البرارك اللي باقي مدلاش، كاملين كيتعرضوا للفيضانات وكيتعرضوا للماء كيدخل للسكينه. ونرجعوا للموضوع ديالنا ديال المدينه القديمه. المدينه القديمه اللي حسب اللي بعد ان دارت واحد المشروع ديال اعاده تهيئه ديالها اللي باقي ما خرجش للوجود. يعني هذه المدينه القديمه يعني بزاف ديال الديور سقط يعني موجوده، واللي كنتمناو من السلطات المحليه ان تصارع في هذا الموضوع هذا. حسب اللي كنشوفوا ان بزاف ديال البنايات كاينه كيتعدد الامتلاكات، كاينه الخواص، كاينه الامتلاكات ديال الاحباس، ولهذا كتلقى بزاف المشاكل. كاينه الناس اللي كتخطم في هذه المساكن هذوك كيكونوا اغلبيه ديالهم فقراء، ما عندهمش باش يقوموا بالاصلاحات. ومما كي يعني كيتدايم انهم يبقاو ساكنين في هذيك البنايات يعني المهددين دائما بالموت. وكنتمناو ان يكون يعني شي تفاعل من طرف جامعه العرائش او المجلس الاقليمي او العمل ديال العرائش لتسريع هذا المشروع هذا، لان بزاف ديال الساكنه تما مهدده. وكنتمناو باش انها ما نسمعوش شي خبر اخر محزن. خصات شويه هذا الشواء، بس واحد العزه مطريه قويه. ما قلنا نتسناو اننا نسمعوا شي خبر اخر محزن في هذه الايام القابله، خصوصا دخل هذه 2021 بفاجئه. نبداو الرحله ديالنا هذه الجوله هذه اللي نسحبكم في هذا الشارع هذا الان اللي تمت يعني اعاده التهيئه ديالو. الشارع اللي كيدي من رام بوان ديال المدينه الى البلاصه اللي النصف ديالو الان اللي
اللي تمنع فيه السير. دار واحد السياسه ديال هاد الديكور واعر هنايا اللي تتبدل. نطلقوا في الرحله ديالنا هاد الجوله الليليه ان شاء الله، اللي كما قلنا لكم غنخدوها معنا نتناقل من ساحه التحرير عبر شارع اللي كيؤدي الى بلاصه مرورا مقر الفلاحيه وكاسينو كما كنرصد لكم في هاد اللايفات هادو. مدى انضباط الساكنين ديال مدينه العرائش ومدى انضباط التجار والمهنيين ديال مدينه العرائش مع قرار الاغلاق ديال الساعه الثامنه، ومدى انضباط ديال الساكنه يعني قبل الساعة 9 كلشي كيكون متجه للدور ديال المنازل ديالهم، كلشي كيدخل للديور ديالهم، حتى واحد ما كيبقى في الشارع. نعم الآن حنا مقبلين على المنطقة ديال البلاصة، المعلمة التاريخية، المعلمة اللي كي السوق المركزي ديال مدينة العرائش اللي كيتباع فيه الخضار، الفواكه، الدجاج، اللحام، الحوت، أي حاجة. الشارع هذا اللي عاد تعاود الترميم ديالو من جديد، كيبان بانه الاناره 100%. هذا الشارع الان ناخذ واحد الطريق المختصره اخرى هنايا بلاصه الان باش نرصد لكم نشدو الطريق ديال النفس باش من تما رجعنا بوحسين ان شاء الله. هو احكاريها في جينا هاد المنطقة هادي ديال الشارع اللي كيدي تحت البلاصة إلى الناباس إلى اللي خير رجعنا بوحسين، باقي الآن كيترمم علاش كاملة كتعي الأعداد التهيئة ديالها. كيبان الان انه الشارع كامل عامر كلاتي كامل حفاري. كنتمناو تقام دغيا هاد الشركات اللي كتقوم بترميم مدينه العرائش انها تسرع لان مع هاد الفيضانات والشوال اللي كيطيحو كتوقع بزاف ديال المشاكل صحابي السيارات. الان حنا كنتواجدو داخل حي النباص، حي النباص المعروف على صعيد مدينه العرائش اللي عطى الكثير، خصوصا بلا ما نساو فريق ديال اتحاد النباص اللي كان واحد الوقت كينافس. يعني اتحاد النباص اللي كان واحد الوقت ان فريق عريق ديال كرة القدم مدينة العرائش، هذا الحي النباص التاريخي كيتقام الان اعادة التهيئة ديالو. كنتمناو بهاد الشركة لأنها تسرع إعادة ترميم هاد الشارع هذا. هاد الجولة الليلية اللي دائما كنطلقو من ساحة التحرير، هاد الساحة هادي الساحة معروفة بها مدينة العرائش، علاش ديما كنبداو لكم من تما باش أنكم تعرفوا على مدينة العرائش، يعني التاريخ ديال ساحة التحرير. هاد الساحة هادي كانت ساحة قديمة من عند مدى قدمها مدى قدم مدينة العرائش. الآن خرجنا من منطقة ديال النباص، الآن كان يعني في منطقة ديال جنان بوحسينة، حي جنان بوحسينة الشهير. عندنا الشارع هذا حي جنان بوحسينة، فهو من الأحياء القديمة بمدينة العرائش. كلشي كما كتشوفوا معنا في هذا اللايف المباشر على قناتكم وموقع باراش أونفو، هذا الموقع اللي دائما التفاعلات ديالكم بالآراء ديالكم كينتاج، التعليقات ديالكم، التوجيهات ديالكم دائما
موقع العرائش اون فو في القمه، دائما كنرصدكم الاحداث. ان شاء الله مع دخول 2021 بدايه منهجيه جديده، برنامج جديد، سياسه جديده ان شاء الله. دائما كما هو دائما عند سنكون في الحدث باللايفات مباشره، كنرصدكم الاحداث من العمق ديالها بدون زواق بدون صباغه. الان كنتو هنا الان امام اعداديه سوق المخازن، هذه اعداديه سوق المخازن اللي عطات الكثير، تخرجوا منا ابناء الحي ديال اللي خيرو الناباس المحسنة، وتفاعلوا معنا. كنتمنىكم ديروا بيرطاج بيرطاجوا هذا اللايف هذا ترجم تعجبوا الصفحه وتبارطاجوها مع اصحابكم. هذا الموقع هذا ان شاء الله يزيد الامان. الان كنخرجوا من المنطقه ديال الاخر، الان باش نوصلوا لحيط الغد لمبيكا باش نهيو معكم هذا اللايف هذا، باش يكون ان شاء الله غدا. الان خرجنا الحدود ديال الحي الاخيره.